السلام عليكم المتابعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ شفتي راه شوهتيني، راه دروك انا ندير الفيديو. دروك راه حنا جينا لواحد المدينه سميتها قادير، وجينا السوق تاع المدينه حتى هو قال لك يقولوا لي السوق تاع السلام. قل من هي شجره محطوطه هنا؟ يديروا فيه السيره تاع البنان هنا. هكاك يا مودي، لا وهي تاع داك راه هكاك يا مودي شوفوها. وشوفوا الحرت، دعيتكم الله شوفوا. وانا حرتو شويه تلغ راه. الزناعه الدنيا هذه في قادير عندهم، ولكن عندهم الشوم. عندهم اليوم الشوم. والحرارة كاينة. ودرك أنا راه جبت المقرة بتاعي. ولا هي ترى شتا أنا كاع الناس كاع ما معرين. شموتي يا ربي. إي خيتي. مليكة ومليكة. ولي هي مليكة. يا مليكة. وجينا لهذا السوق هذا. ومحمد ديالي هاي بنت ختي تاعي سلموا عليها. وديروا لي جيم. سلمت عليكم. وبارطاجي. وسلمت خليني نهضر مع الناس. أش بغيديروا؟ بغيديروا لي جيم. مهم يا المتتبعين، راه درك شفناكم من داك السوق تاع السلام. بلاتي انت دغيا وكحتي. واش كشي هذا؟ وك حدك. على هذا البنت وقت ما خرجت قال لك فيا جو. والله طلعت الماء من جدها الخافيه، ما عندهم شي خافيه هنايا. المهم ها انتم ها بلاتي نوريكم. هذا هما السوق تاع السلام، درك راه بغينا نجيبو لكم فيه. واش كشي هذا؟ ودرك راه بغينا نجيبو لكم فيهم واحد الدوره، شوفوا داك العروض والتخفيضات. المهم ما تنساو لي جيمو لايك، جيمو لايك. والبارطاج مع الصديقاء ديالكم. يلا بسم الله، دروك راه بغينا ندخلوا هنا ونوريكم واش كاين. خليكم معانا. المهم البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. المهم نتمنى تكونوا ضحكتوش طو يا اختي. المهم كيما جبتوا رجعنا لاسواق السلام. البنات حتى بقاو يقولوا لي لا تتعيبي في الهواريه ولا تا اختي، رانا راه هواريه ابا انجد. واعتز بانني هواريه. شوفوا الزين والكمال يا اختي. بنت اختي معانا واختي حتى هي معانا. المهم غادي نوريكم العروض والتخفيضات ان شاء الله اللي كاينين، فخليكم معايا حتى ندخل نصور لكم ان شاء الله كلشي. شميشه في اكادير. حبيباتي كيف ما كتشوفوا غنبدا لكم باول حاجه اللي هي الماكينه ديال غسيل الاواني. باقي نقلب البنات. البنات اللي كيسولوني واش خديتيها ولا مازال، مازال البنات ما خديتهاش. باقي اصلا ما قاديتش ليها حتى البلاصه ديالها، حيت عندي واحد المشكل في الكوزينه خاصو ضروري هو الاول خاصو تيتقاد. خاصني نحيد داك الزليج كامل وخاصني نهبط شويه الغرق لتحت. راه عندي عندي واحد الروينه خصني نديرها عاد نجيب الماكينه. ودائما تنجي نشوف هكذا العروض واش كاين شي جديد واش كاين شي تخفيضات. البنات قالوا لي صبري حتى لشهر 12 تيكونوا عروض زوينين. بالنسبه للاغلبيه كيقولوا لي ويربول اولا بيكو هي اللي المهم جاني لها التصويت الكبير بزاف. ابار هذوك الاخرين اللي غاليين ال جي وسامسونج هذوك اختي ما قداش عليهم انايا. المهم انا جهدي بحال هكا هادو ديال ويربول اولا ديال بيكو. المهم هادو تيكون الاثمنه ديالهم شويه هكذا مناسبه، فما نكذبش عليكم ما نقدرش نشري شي حاجه اللي غاليه بزاف، وما بغيتش ناخذ شي حاجه اللي رخيصه بزاف باش هكذا تبقى لي مده طويله. شوفوا هادو ديال بيكو راه كبارين البنات، الصراحه هادي عشقتها والله الا عجباتني حتى هي. كيف ما كتشوفوا كبيره ومتسعه بحالها بحال ديال ويربول. حتى يا ما انا فين تدير دوك لي برودوي ديال الغسيل وكذلك هذا البرودوي ديال التلميع والملحه وكل شيء، واهم حاجه ان فيها الفلتر معزول، هذيك هي اهم حاجه في الماكينه. باقي البنات غادي نعطيكم معلومات كثار على الماكينات، حيت تالمون دابا بقيت كنقلب عليهم وكنسول هنا وكنسول هنا. عندي واحد الباكاج ديال المعلومات ديالهم، ان شاء الله غادي نشارككم معكم في فيديو خاص غير ديالهم. واكيد انا وقت ما بديت لانستالاسيون ديالهم اولا بديت كنقاد في الكوزينه راه غادي نشارك معكم كل شيء، خصوصا البنات اللي طلبوا مني يعني نشارك معاهم الاصلاحات اللي ضروري يكونوا قبل ما تجي الماكينه ديال غسل الاواني. انا البنات بغيت نشارك معكم هذا الباف هذا اللي زوين البنات. لقيت جوج ديال لي باف ودابا جيت نورمالمون ما خديتوش هنايا، قلت حتى نشوف في الدار واش عندي واحد البلاصه كيدار فيها واحد الخيط ديالهم. اسمحوا لي البنات، هذا كديروه للتلفازه وتقدروا كذلك تستغلوه بلا تلفازه، يعني كيتحط في شي بلاصه هكذا ما تيشد لكم لا 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 البلاصه لا والو، صغير ورقيق. بالنسبه للاول كندير ب 500
169 درهم، والثاني كان داير بشي 300 وشي حاجه. هنا غادي ندوز باش نشارك معكم الاواني وكذلك الديكورات اللي كاينين. ما شاء الله كاين الجديد. شوفوا لي هاد الطباصل هادو اللي كنت خديت عقلته في سانيلي، كنت خديتهم ما وصلش 11 درهم الواحد، هنا في اسواق سلام داير لهم قريب ل 15 درهم. يعني حاولوا تبقاو تقلبوا البنات في المحلات، راه كتلقاو نفس لارتيكل ولكن بثمن اخر اللي ناقص عليه. شوفوا لي الطبيصلات جايبينهم في الاشكال وفي الانواع، صراحه طبيصلات كيحمقوا. تقدروا مثلا بحال هادو اللي كيكونوا هكذا ملونين وغاليين شي شويه، تقدروا تميلونجيهم مع اللون الابيض او الكحل، تتحطوا واحد اللون هكذا اللي كيجي متناسق وكتبان الحطه يعني مختلفه في الطبيله ديالكم. المهم انا باقي الله تنشري في الطباصات، تنشري في المعالق، المهم باقي المسيره طويله قال هذاك. ولكن الحمد لله الحمد لله، بعد على الاقل الا جا عندك شي واحد تلقاي ما تحطي ليه، تلقاي هكذا اواني زوينين ما تلقاهمش مهرسين، كل طبصيل مهرس في قند، كل طبصيل في لونه، فالحمد لله. المهم شوفوا لي هاد القرعات هادو اللي حمقوني والله الا عجبوني البنات. ها انتما الزاج ديالهم زوين وفيهم ديك الغطايه هكذا ديال الخشب، وكذلك فيهم واحد السيليكون اولا واحد الجلده لداخل ما تتخليش النفس يعني يدخل ليهم. كاينين في بزاف ديال الاحجام، كاين المربع وكاين هذاك الدائري اللي شفتو اختي هازاهو، وكاينين هادو اللي دايرين بحال ديال ايكيا ولكن راه كبارين على جو الايكيا، هادو راه كبارين بزاف. وثمن ديالهم كاينين اللي داير ب 17 درهم وكاينين اللي دايرين ب 30 درهم. شوفوا لي الطباصل اللي دائما تنشاركو معكم، راه باقيين كاينين في اسواق سلام وكذلك حتى في مرجان راه كاينين. هادو كنت خديت منهم انا واحد جوج شكيلات في انزكان، وقلت زعما نقدر ناخذ هكذا شي طبيصلات ولا شي حاجه اللي تبقى تجي ليا معاهم، ها كيجيو متناسقين. كاين فيهم حتى هاد اللون هذا، يعني راه نفس الموديل ولكن مختلف فقط في اللون، كيجيو زوينين. شوفوا لي هادو اللي تقدروا ديروا فيهم الديسير ولا اي حاجه هكذا بغيتوا تقدموها، فنين فنين فنين. وبالنسبه للثمن ديالهم كان داير ب 109 درهم. كاين هاد البونبونيير حتى هما فنين، الزاج ديالهم غليظ بزاف، لقيناهم كذلك في واحد الشكلات اللي زوينين في كارفور، لقينا شكلات واعرين، غادي نصور لكم ان شاء الله ولا غادي نحط لكم الفيديو عما قريب باش تشوفوا الجديد اللي كاين حتى في كارفور. حتى هما عندهم هميزات زوينين. شوفوا لي هنا الاولاني ديال الخشب راه حطوهم هكذا مجموعين، صراحه المهم نقصوا شويه فيهم حيت دابا ولاو مطليين، ولاو ولينا كنشوفوا هكذا الاولاني ديال الخشب بزاف موجودين. اولا هاد المنظمات هادو التوما ديال الخشب فنين. المهم كنحاول هكذا نشد لكم شنو كاين في الجديد وكذلك حتى الاثمنه. حبيباتي ما تنساوش تخليو لي لايك عفاكم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم ومع الحبايب ديالكم اللي بغيتو حتى هما يشوفوا العروض وكذلك يشوفوا دائما الجديد ديال اكادير. شوفوا لي هاد الكويسات هادو اللي زوينين البنات، راه كبارين، شوفوا قداش راه يبانوا لك في يديا، غادي يبانوا لكم في يديا. والثمن ديالهم كان داير ب 9 درهم و40. كاين كذلك هاد الديكورات هادو اللي زوينين حتى هما تقدروا ديروا فيهم هكذا الشميعات فوق الطبيله وهذا. بالنسبه للثمن ديالهم كان داير ب 21 درهم بسيبور ديالهم. كاين كذلك هاد ما عرفتش كيتسموا بحال هادوك فاش كنديروا لي كاب كيك، ولكن هادو كبارين انا بغيتهم هكذا غير بغيت نزين بهم الطبيله، ان شاء الله غادي نشاركها معكم. بالنسبه للثمن ديالهم كان داير شي 2 درهم ولا ما وصلش كاع 2 درهم. خديت انا داك اللون اللي فيه البيض والكحل باش هكذا نبقى نحطو مع ديك الحطه في النواغ. المهم حسن تنقادها ونشاركها معكم ان شاء الله. شوفوا لي هنا راه كاين بزاف ديال الحوايج اللي غادي ينفعوكم. كاين هذه ديال البيتزا زوينه دايرين ليها 69 درهم ولا مع 59 درهم، 59 درهم يعني 1200 ريال دايره. كاين هاد البلاطويات هادو صغيورين زوينين، تقدروا هكذا ديروا فيهم دوك الكويسات الصغيورين ولا تقدروا تقدموا فيهم الحلويات اللي معنا. كاين كذلك هاد البصلات السرقين هادو يلاه جابوهم. بالنسبه للاثمنه كاينين ديال 8 درهم 9 درهم وكاين حتى ديال 10 درهم. بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا على السكر الاشقر او الاسمر كيف ما تنقولوا ليه، خصوصا الناس اللي هكذا عندهم حساسيه من الاخر، ها هما راه كاينين هنايا، حاولت هكذا نصور لكم. كاين القطع الصغيره دايرين 13 درهم كيف ما كتشوفوا، وكاينين هادو اللي كيجيو بحال هكذا ب 44 درهم، هادي راه هكذا حبيبات. المهم هادو غاليين، كاين تحت واحد بكيلو غنوري لكم وانيت اللي خديت هذا السكر الاشقر ولا الاسمر كيف ما كنقولوا 18 درهم الكيلو،
صراحة زوين وثمنه مناسب. صافي هنا البنات بغيت نشارك معكم هنا داك السناك اللي كاين في اسواق سلام ديال السلام ولا اللي كاين حدا لافاك ديال اكادير. كيدير ماكله بنينه بزاف وعندو اثمنه اللي جد مناسبه، وكما قلت لكم عندو صراحه كلشي نقي. صافي هنا البنات قرب نسالي معكم الفيديو، بغيت نشارك معكم هاد الطبيلات هادو اللي حتى هما دايرين فيهم تخفيضات. مثلا البنات اللي تيبغيو هكذا بحال هاد الطبيلات هادو ديكوراتيف، اولا حتى اللي كيبغيو هكذا الطبيلات صغيره للكوزينات ديالهم، وكذلك حتى البنات اللي تيبغيو دوك لي تيغوار اللي كيديروا فيهم الصبيبطات وداكشي راه كاينين جايبينهم في اشكال وفي الانواع. مهم حبيباتي ما نطورش عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش ليا لايك والاشتراك في القناه، وكذلك تبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم. كنموت عليكم كاملين يا احلى متتبعين، الله يخطيكم عليا وبسلامه، ونتلاقاو في فيديو جديد. باي باي.